مشاهدينا عودة مجددا إلى ساحة النجم، حيث يطلعنا الزميل نخلي عضيمي على مجريات هذا النهار، وخصوصا الأجواء التي رافقت اجتماع اللجنة المولجة دراسة قانون الانتخاب. نخلي، تفضل، الكلمة لك. نعم يعني ماجد، كنا استمعنا حاليا إلى التصريح الذي أدلى به النائب روبير غاني بعد انتهاء هذا الاجتماع الذي دام حوالي 3 ساعات. سوف يكون هناك اجتماع أيضا عند الساعة 5 بعد ظهر اليوم، على أن تتجدد الاجتماعات أيضا غدا. ما يمكن القول يعني هنا أن هناك إيجابية يعني خرج بها الجميع هنا لدى خروجهم من هذا الاجتماع بعد هذه الساعات الثلاث التي تم التداول بها بمختلف القوانين، لا سيما بموضوع مشروع اللقاء الأرثوذكسي. المواقف التي سجلت قبل دخول النواب إلى هذه الجلسة هنا في مبنى مكاتب النواب القريب من الفندق الذي ينزل به نواب قوى 14 آذار، يعني والذي يبعد 200 متر عن هنا عن مبنى المكتب. هذه المواقف يعني اتسمت جميعها وتركزت حول مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي أيده يعني ودخل متسلحا به النائب ألان عون، وذلك بعد اجتماع الرباعي الذي حصل في بكركي. كذلك الأمر كان هناك تأييد من قبل النائب أجوب بقرادونيون. أما بالنسبة إلى نواب حركة أمل وحزب الله، كان لافتا أنه لم يتم الإعلان صراحة عن تأييد مشروع اللقاء الأرثوذكسي لدى دخولهم إلى الجلسة. فالنائب علي بزي يعني رفض الدخول في تفاصيل هذا الأمور، وقال إن رأي الرئيس نبيه بري معروف في هذا الإطار. كذلك الأمر نائب حزب الله علي فياض ركز في هذا الموضوع على أنهم يدخلون كحزب الله إلى هذا الاجتماع وهناك تنسيق كبير مع جميع الحلفاء، وهذا تم من خلال الاجتماع المسائي الذي حصل أمس في دارة أو في دارة النائب في دارة جبران الوزير جبران باسيل. أريد أن أشير أيضا إلى أنه على عكس هذه الأمور التي حصلت، كان هناك يعني موقف لافت لتيار المستقبل النائب أحمد فتفت وأيضا سيرج تورساكسيون الذين تحفظوا يمكن على هذا المشروع وقد أدلوا بدلوهم خلال هذا الاجتماع الذي دام كما ذكرنا 3 ساعات. بالإشارة أيضا إلى أن النائب سامي الجميل أعرب يمكن عن تعبه من أول ليلة في الفندق، وقال كذلك الأمر إنه سوف يتم البحث بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، وهذا ما توافق عليه الجميع في لجنة بكركي. أما النائب جورج عدوان فقال إنه سوف يرى ما أدلى به الجميع يعني من مواقف، لا سيما قوى 8 آذار من حزب الله وحركة أمل، وعلى ضوء ذلك سوف يتم البحث واتخاذ موقف بالنسبة إلى مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وإذا لم يحصل هناك من توافق فالأجدى أن نذهب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. يعني هناك سرية كما أشار النائب روبير غانم بتفاصيل المداولات التي حصلت في هذه الجلسة. على جميع الأحوال سوف تتظهر الأمور يعني في الجلسة المسائية وربما غدا بالنسبة إلى جميع المواقف، مواقف القوى المشاركة في الجلسة الفرعية لقانون الانتخاب. ماجد، شكرا للزميل نخلي عضيمي مباشرة من ساحة النجمة.